مسافة الطريق بكون عندك. لحظة شوي بحكي معك. يلا باي. لك 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 شو عم تعملي يا شحادة؟ شو عم تعملي بالسيارة؟ الله لا يوفقك. بس الله لا يوفقك. شو عم تشخبطي على السيارة؟ لك شحادة يا حيوانة انت، ما لقيت غير سيارتي؟ ما لقيت غير سيارتي تشخبطي؟ هاي الحيطان كلها قدامك، ما لقيت غير سيارتي تشخبطي عليه؟ شو شوفي؟ مين انت؟ انا اخوها لهالبنت، هاي اختي. اختك؟ أيه. الله ياخذك انت وياها بخلصني منكم. شو عم تعملون عندك بالكرات؟ شو عم تسوون؟ ليش انت مشخبطي على السيارة هاي؟ شو ما لقيت غير تشخبط هون؟ شو عم مثلك؟ تشخبطت لي على السيارة؟ شو عملت لي؟ هالسيارة مش بتكلفني بلاوي من وراك انت واختك. خلص عمو انا بنظفها، انا بنظفك اياها. لك شو تنظفها تنظف؟ شو فكروا حيط هاد؟ هاي السيارة هاي هلا بتكلفني بلاوي لحتى اصلحها، لحتى يروح منه هالوسخ هاد، منك ومن اختك. طب شو بتأمرني عمو انا جاهز؟ شو بتأمرني؟ وشو بدي امرك؟ لك انت شوفت شحات، شوفت صرماية انت واختك. شو بيطلع منك انت؟ شو بدي يطلع منك؟ اذا ابيعك كلياتك ليرتين ما بتجيب لي، حق مسكة الباب ما بتجيب لي، شو بدك اخذ منك انا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. 150، انا صار لي جمعتين عم صمدها، خذها انت صلح فيها السيارة. عم تعطيني 5 ليرات صلح فيها سيارة؟ انقلع من وجهي بعد، انقلع من وجهي. يلا حرك انت واختك، يلا يلا من وجهي. يعطيني 5 شحات، حرك مع رضا. لا عم ضربتكم بس. شو هذا؟ أسعد لا تأكل مصاري، كنا ناكل فيه. هلا من وين نجيب ناكل؟ أنت شخبطي له على السيارة، وأنا عشان ما يضربك ويزلك أعطيته 5 ليرات. هلا منشحت ومنشحت وندبر. امشي. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا شو عملت؟ شو سويت؟ الله يلعن الشيطان وساعته بس. الله يلعن الشيطان وساعته. يا ولاد يا ولاد تعوا شوي تعوا. عمو والله ما أنا مصاري بيضا، أنت كبيتهم. ما بدي منك شكرا، تعوا لعندي شوي تعوا تعوا. شوف لك أبني، أنا ظلمتكم حرقكم علي. أنا بعد ما شفت هالكتابة حرق قلبي. أنا بعتذر كثير، وبشان غلطتي ما راح تكفي باعتذار بس. هاي الشنتاي مليان فيها اغراض ولبس كنت اخذها لاولادي، اشتريتها من شوي، كنت اخذها لاولادي. خذ هاي، فيه لبس مشان تلبسهم انت، وفيه شويه العاب للاولاد بتعطيهم اياها. وهي الك وله، فيه موبايل اشتريته لابني كمان، يخليه يقولكم مش أموركم فيها. الله يرزقك. استغفر الله. اسمعني يا ابني اسمعني، انت ليش ما عم تشتغل؟ ما حدا عم يقبل فيني، ما حدا عم يرضى يشغلني. خلص انا رح شغلك معي، رح شغلك عندي. هلا بعد هالموبايل فيه سيمة والخط السيمة الرقم صار عندي. لما بتشغل الموبايل انا رح ابعث لك مسج على الواتساب ونتواصل مع بعض، ورح شغلك عندي من هون ورايح. انت وهي البنت من هون ورايح باذن الله مثل اولادي. روحوا هلا على البيت والله يوفقكم. الله يسر اموركم ويديمك فراسنا حبيبي. الله يوفقكم. الله يرضى. روحوا ظبطوا اموركم هلا وخبروني اول ما تكونوا وضعكم منيح وانت غيرت ثيابك. توكل على الله. الحمد لله. تعي 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 شدي الموبايل. الحمد لله يا رب. مصاري مصاري. لا رحناكم لا رحناكم.
هذا واجبي يا بنتي، حقك علي أنا ضربتك. سامحيني لأني ضربتك يا عمري، والله ما كان قصدي، كنت فهمان الموضوع غلط. خلص عمو من هون رايح رح تضلي تاكلي أكلات طيبة مو؟ هلا هالمصاري روحوا اعملوا فيه اللي بدكم اياه وكلوا أكلات وإن شاء الله كل مرة بعطيكم مثله، مو عمو؟ شو حلو هالشعور لما تشوف يتيم فرحان، والأحلى شعورك لما تساعد يتيم. الله يقدر يا فعل الخير يا رب، يا رب سامحني اني غلطت حقا من الأول. شفت سيارة